مرحبا بكم الناس الكل في اخبارنا الرياضيه. النادي الافريقي تدريبات تحت الرقابه الامنيه، وهذه التاثيرات على الاحتجاجات السودانيه على البعثه. باش نشاهدوا اكثر تفاصيل على هذا الموضوع، ما تنساش جيم على الفيديو، ابوني للشان يوتيوب نتاعنا باش توصلك كما قلنا اخر الاخبار. بعد حوالي 5 ساعات من الانتظار، تمكن النادي الافريقي من اجراء اول حصه تدريبيه في الخرطوم، وذلك على ارضيه ملعب دار الرياضه بأم درمان. النادي بيب جديد كان يفترض ان يتدرب في الساعه 5 مساء، غير انه لم يتمكن من اجراء تمرين الاول في السودان الا في 10 ليلا، وغادر النادي الافريقي نزول الاقامه ليتدرب تحت رقابه وحمايه امنيه كبيره وكبيره جدا، خصوصا ان الضغوطات الدبلوماسية والتدخلات الأكاف فرضت منح لبعثة بعث الأحمر والأبيض العناية الكافية. ومن جهة أخرى، أكد مصدر بعثة الفريق أن الاحتجاجات لم تصل إلى مقر البعثة والأجواء عادية، مطمئنا أنصار النادي حول وضعية الفريق. واعترض السودان في الأيام الأخيرة احتجاجات كبيرة وكبيرة برشا على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما خرجت اليوم مسيرات بعدة مدن بعد صلاة الجمعة للاحتجاج على النظام السوداني. في اخبارنا اليوم، تمارين النادي الافريقي تأخير 5 ساعات، وكذلك تحت الرقابة الأمنية المشددة.